بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. اليوم إن شاء الله بتكون عندنا المحاضرة بنتحدث فيها عن موضوعين. الموضوع الأول هو الكواليتي مانجمنت، والموضوع الثاني هو MRI. في البداية بنبدأ بالكواليتي مانجمنت. حديثنا عن الكواليتي مانجمنت، الكواليتي مانجمنت دائما بتكون أسوسييتد مع تو توبكس، دائما بتكون مصاحب لهم تو توبكس، الكواليتي أشورنس والكواليتي كنترول، اللي هم حيتضحون اليوم ان شاء الله خلال هذه المحاضره. الكواليتي اشورنس توكيد الجوده، والكواليتي كنترول ضبط الجوده. الجوفرمنت والاكريديشن ايجنسي، دائما الحكومات والوكالات التقويم او الاعتماد بتهتم في هذه الدول وهذه الحكومات باعمال الجوده في مؤسسات مختلفه، ولعل الطلاب والطالبات في المؤسسات الجامعية بيسمعوا دوما عن الكواليتي في الإديوكيشن أو الجودة في التعليم. بجانب الجودة في التعليم كمان عندنا الكواليتي in health or in medicine، الكواليتي في الطب أو الكواليتي في المجال الصحي بشكل عام. And I have teached a course بتاع الكواليتي management since 1999، والوقت ذاك ما كان في أي textbook، ما كان في مراجع حول موضوع الكواليتي، لكن اليوم الحمد لله في مئات من textbook عن الكواليتي management. زي ما قلنا إنه الكواليتي أشورنس بصاحب دائما two topics اللي هم الكواليتي أشورنس والكواليتي كنترول. هنبدأ بتعريف الكواليتي أشورنس. الكواليتي أشورنس is an all-encompassing management program used to ensure excellence in healthcare through the systematic collection and evaluation data. البرنامج الكواليتي أشورنس من خلاله بنتأكد من التميز في الرعاية الصحية من خلال تجميع الأنظمة وتحليل البيانات. الهدف الأساسي من الكواليتي بروجرام أنه نسوي enhancements للpatient care، نحسن رعاية المريض. طبعا ده بيشمل الـ Patient Selection Parameters، Scheduling، الـ Management Techniques، الـ Department Policies. لو وقفنا هنا في الـ Department Policies بنشوف مثلاً أنه في بعض المرضى لما يزور مستشفى بيطلع من، ولما يطلع من المستشفى بيكون راضي جداً من الخدمة اللي تقدمت له في المستشفى، في حين أنه بتكون لو مشى مستشفى تاني ممكن يطلع غير راضي، رغم أنه كل الـ Facilities الموجودة في التو هوسبيتال واحدة بالنسبة للاثنين. لكن بنرجع هنا مثلا ناخذ مثال الديبارتمنت بوليسي او السياسات اللي بتستخدمها القسم اللي زاره المريض الاول، تختلف عن سياسه القسم اللي تبعها المستشفى الثاني، بالتالي نتج منه انه المريض ما كانش راضي، وده بيلخص عمليه البيشنت كير، رعايه المريض، او كيف نحن ممكن نفكر في تطوير رعايه المريض. المفهوم الثاني بصاحب الكواليتي اشورنس هو مفهوم اسمه كواليتي كنترول، وهو جزء part of quality assurance program that deal with techniques. يعني هنا في quality control حنبدأ نتعامل مع الأجهزة، نعمل مسح للأجهزة، نتأكد من جودة عمل الأجهزة. اختبارات باختصار هي بتتم على الأجهزة الطبية بتستخدم في المجال الطبي، تتقسم بثلاث مستويات. level 1 بنسميه non-invasive and simple non-invasive and simple. level 2 بنسميه non-invasive and complex. level 3 بنسميه invasive and complex. المستوى الأول الـ Non-Invasive and Simplest دائما performed by technologists، while Non-Invasive and Complex performed by technologists لكن should be trained in the QC procedure، الـ Quality Control procedure. أما المستوى الثالث الـ Invasive and Complex should be performed أكيد by engineering or medical physicist. هناخذ مثال على الـ Quality اللي هو الـ Image Quality. الامج كواليتي نحن عارفين انه مفهوم عام، general concept that applies to all type of image. ممكن نتكلم عن جودة الصورة، اي نوع من الصورة، ممكن الصور الطبية، ممكن الفوتوغراف، ممكن التلفزيون ايمج او الساتلايت ايمج الى اخره. لكن مفهوم الكواليتي عشان ما يكون نوعي هنا لازم يكون عندنا مكونات، ونعلم نحن نتحدث عن جودة الصورة. المكونات الو برينسيبال كومبوننت للايمج كواليتي هي الكونتراست والسبيشال ريزولوشن والنويز. نبدا نفهم الثري كومبوننتس عشان نقدر نتحدث عن جوده الصوره. مثال الكونتراست نمرة واحد، الكونتراست is a difference in the image grayscale between the closely adjacent region and the image.
لو أخذنا الصورتين على اليمين هنا وعلى اليسار وحبينا نشوف نقارن الكونتراست، هنلقى أن الصورة هنا almost الكونتراست فيها ما في، لأنه ما في أي تدرج للون الرمادي، عكس الصورة هنا اللي فيها تدرج للون الرمادي different in the image grayscale. بالتالي أقدر أقول الكونتراست في الصورة دي أعلى من الكونتراست في الصورة على اليسار. ده مفهوم الكونتراست. أعتقد كده الآن فهمنا المعني بالكونتراست، وهو واحدة من المكونات الـ image quality, component of image quality. The second component is special resolution, or simply بعض المراجع بنقول referred as resolution. وهي المقدرة or the property that describe the ability of the imaging system to accurately depict objects in the two special dimensions of the image. لو كان عندنا two objects، نفترض انه هنا two objects، النقطتين ديل two objects، لو انا كنت بعيد من الصورة او من يشاهد الان المحاضرة رجع للخلف على مسافة حيشوف two objects ديل عبارة عن one object. فيبقى الريزوليوشن هو المقدرة على انه نميز two objects جسمين مهما كانوا قريبين من بعض، نقدر نفرقهم من بعض، ده الريزوليوشن. النوع الثالث النويز او التشويش. نحن نعرف انه الصورة بتتكون من مجموعة من البيكسلز. بنلاحظ هنا البعد الثالث هو عبارة عن الفوكسلز، وبنلاحظ انه اختلاف الفوكسل والبيكسلز ممكن يؤدي لزيادة النويز زي ما ظاهر عندنا في الصورتين على اليمين، medium noise and high noise. بالشكل ده بنقدر نحكم على جودة الصورة، يعني عين الإنسان لن تكون كافية أنه تقدر جودة الصورة، لازم نقيس جودة الصورة من خلال الكميات اللي ذكرناها اللي هي الكونتراست والسبيشال ريزوليوشن وأخيرا النويز. بنكتفي بالمثال هنا عن الحديث عن الكواليتي كنترول أو الكواليتي مانجمنت بشكل عام، وننتقل لموضوع آخر وهو عن الـ MRI أو التصوير بالرنين المغناطيسي. قبل ما نبدأ الحديث عن التصوير بالرنين المغناطيسي بنتكلم عن الـ NMR، والـ NMR هو النيوكليير ماجنتيك ريزونانس، ويمكن نعرف النيوكليير ماجنتيك ريزونانس بأنه هو عبارة عن سبكتروسكوبيك ستادي للماجنتيك بروبرتيز اوف ذا نيوكليوس اوف ذا اتوم. احنا بندرس في الـ NMR الخصائص المغناطيسية للنواة في الذرة. لكن ماذا نعني بكلمة ريزونانس؟ ريزونانس هي عبارة عن الطاقة اللي بتتحرر من النواة لما تكون قاعدة في مجال مغناطيسي، وبيكون لها شكل فريد. أقدر أقول إنه الريزونانس إن إنرجي كوبلينج ذات كاوزز إنديفيديوال نيوكلاي وين بليسد إن سترونج external magnetic field to selectively absorb and later release energy unique to those nuclei and their surrounding environment. منذ عام 1940 الـ NMR بدأ وكان بيستخدم as analytical tool في chemistry and biochemistry research. كان أداة فقط for research and it is not imaging technique. الـ NMR انتبه انه مش imaging technique. منذ بداية عام 1970 بدأت تطبيقات الـ NMR to generate an image and reflect clinical information. ومن منتصف الثمانينات بدأت تطبيقات الـ MRI. كمان قبل ما نواصل في الحديث عن الـ MRI محتاجين ناخد فكرة عن الماجنتيك or the magnetism or the meaning of magnetism. Magnetism is a fundamental property of matter. It is generated. من المهم أن نعرف أن المغناطيسية تولد through moving charge. وغالبا ما تكون this moving of electrons. بالإضافة لأنه نحن عارفين أنه الإلكترونات تدور في مدارات حول النواة، وإذا كانت زوجية أو غير زوجية ممكن يكون سبب في تولد المجال المغناطيسي. مثلا عندنا اذا كانت الالكترونات امبير فبتوقع انه يكون عندي مجال مغناطيسي حار. كيف بقيس شدة المجال المغناطيسي؟ من خلال الماجنتيك فيلد سترينجز، نرمز له بالرمز بي، ويعرف ايضا بالماجنتيك فلكس دنسيتي.
بنقيسه من خلال، اذا افترضنا انه العين هنا مغناطيس، من خلال حساب اعداد النمبر اوف ذيس ماجنتيك لاينز، لما نقسمها على المساحة بحصل على الماجنتيك فيلد سترينث. الوحدة اللي بنقيس فيها هي التسلا ونرمز لها بالرمز تي، ومثال المجال المغناطيسي للأرض هو 1/20,000 تسلا. كيف بنعرف اتجاه المجال المغناطيسي؟ الآن قدرنا نقيس المجال المغناطيسي، لكن كيف حنعرف اتجاه المجال المغناطيسي؟ من خلال قاعدة درسناها في المراحل الأولية، وهي قاعدة اليد اليمنى الرايت هاند رولز. إذا افترضنا أنه أنا عندي هنا سلك ملفوف يمر في تيار من هذا الاتجاه، وحاولنا باستخدام قاعدة اليد اليمنى هنعرف أنه يشير هنا، يشير السهم إلى اتجاه التيار في السلك. فإذا كان التيار بهذا الاتجاه وباستخدام قاعدة اليد اليمنى يكون عندنا اتجاه المجال المغناطيسي للأعلى، والعكس طبعا صحيح. إذا كان التيار بيمر في الاتجاه المعاكس حيكون اتجاه المجال المغناطيسي في للأسفل. الجدول اللي أمامنا يشير إلى الخصائص المغناطيسية للنواة. نحن عارفين إن النواة تتكون من نيوترونات وبروتونات، بالتالي هنركز على الخصائص المغناطيسية للنواة للنيوترون والبروتون. الجدول يوضح الكتلة لكل منهما والشحنة، السبين كوانتم نمبر والماجنتيك مومنت. ماذا نعني بالماجنتيك مومنت؟ الماجنتيك مومنت هو عبارة عن فيكتور يشير للقيمة والاتجاه للمجال المغناطيسي. كتلة النيوترون تقريبا هي نفسها كتلة البروتون، قريبين من بعض، لكن نحن نعرف انه النيوترون متعادل الشحنة، بالتالي حتكون charge شير زيرو. الspin for both of them neutron and proton are half one half نص نص. وبنلاحظ انه الماجنتيك مومنت في البروتون زايد طبعا اكيد من النيوترون اللي هو متعادل الشحنة. عشان كده جميع الخصائص المغناطيسية حتكون مركزة على البروتون، اي فكرة التصوير في الـ MRI حيكون مستهدفة من البروتون وليس من النيوترون. وده السبب اللي بيخلينا انه نشوف هنا في الرسم على اليسار بتظهر البروتونات، ولكن الفيكتورز دايركشنز كلها بشكل عشوائي، ما هيش منتظمة. بينما لما نخضع الجسم او جسم الكائن الحي او جسم الانسان في لمجال مغناطيسي قوي، تبدا جميع الماجنتيك مومنت دايركشن تنتظم بشكل بارلل وموازي لبعض، مضاد بهذا الشكل. وهنا تبدا عمليه الريزونانس او تحرير الطاقه من البروتونات اللي حنستفيد منها في معالجه الصوره. بعض المراجع اللي بتساعدكم للاستزاده من التصوير بالام ار اي. نواصل حديثنا عن الطاقه اللي بدات تتحرر من البروتونات. الطاقة اللي بدأت تتحرر من البروتونات محتاجين انه نتحصل على هذه الطاقة. اذا هي الطاقة موجودة في جسم الانسان، لكن كيف حنحصل عليها؟ من خلال راديو فريكوينسي بنبدأ نرسلها لجسم المريض ونبدأ نتحصل على الطاقة. بيكون عندي عبارة عن ترانسميتر اند ريسيفر انتنا ترسل الراديو فريكوينسي عشان تحمل الطاقة ونقدر نحللها. في النهاية بتبدأ تتكون عندي صورة cross sectional image، دي صورة في الـ MRI، وزي ما تحدثنا قبل شوية إن الصورة تنقسم لمجموعة من البيكسلز، والبعد الثالث ممكن ناخده في البوكسلز. في الـ MRI عندنا two coils كمان. مهمة two coils إنه نحصل منهم على الماجنتيك فيلد جريدينتس. الكويلز هنا ده كويلز الأول وده الكويل الثاني. الكويل بعبارة عن سلك ملفوف هنا وبيمر في التيار بهذا الاتجاه كما يشير السهم. ومن قاعدة اليد اليمنى نستنبط انه اتجاه المجال المغناطيسي في هذا الاتجاه. الكويل الثاني مضاد ومعاكس، التيار الكهربي يسري في هذا الاتجاه
وبالتالي المجال المغناطيسي يسري في هذا الاتجاه. بيكون عندي بتكون عندي magnetic field variations هنا وهنا. من خلال حركة تحريك الكويلز التو كويلز ببدأ بحصل على اللينير، بشوف اللينير تشينج في الماجنتيك فيلد، وهنا بحصل على الماجنتيك فيلد جريدينت. أكيد هنا السنتر اوف كويل بير اللي هو بري ديفايند الفيلد اوف فيو. بنلاحظ كمان انه نحن مش عندنا جاست تو كويلز اللي تكلمنا عليهم، لا انا في الاصل عندي 3 كويلز موجودين، واحد خاص بالاكس اكسس وواحد خاص بالواي اكسس وهنا بالزد اكسس. ولاحظ انه 3 تايب اوف كويلز فور ذا 3 اكسس موجودين بالشكل الموضح، واقدر احصل على النت جريدينت من خلال المعادله. الجدير بالذكر انه المرضى اللي بيذهبوا للتصوير بالرنين المغناطيسي يلاحظ دائما في نويز، في ازعاج بيكون للمريض، في حركه بتاعت صوت بتسبب له ازعاج، والحركه بتاعت الصوت دي خلينا نكون عارفين انه هي بسبب الموفمنت اوف ذيس كويلز. طبعا بيتم اختيار الكويل على حسب نمط التصوير المطلوب. الصورة اللي أمامنا بتلخص عملية التصوير كاملة في الـ MRI. أنا بنلاحظ أنه المريض داخل حقل مغناطيسي، وده بيسبب طبعاً انتظام البروتونات الـ vectors of the protons اللي بيؤدي لعملية الـ resonance أو تحرير الطاقة. هنا عندي الـ two coils، الـ movement of these two coils بيولد لنا الـ magnetic field gradients اللي من خلاله بتتولد عندي، او هنا center of the slides بحصل منه على الايمج. This image slides اللي هي المنطقة المثارة فيها او بتحرر من خلال الطاقة الالكترو طاقة البروتونز. الطاقة قلنا عشان نتحصل على الطاقة لازم نرسل radio frequency لجسم المريض، ومن خلال الريسيفر كمان بستقبل الطاقة مرة اخرى. أرجع مرة تانية، ولكن خليني ألخص هنا العملية كاملة. ده جهاز الـ MRI للماجنتس. هنا عندي الـ two coils، هنا الـ patient tables، عندي radio frequency فيها أنتنة تشتغل transmitter and receiver to receive the energy اللي بتحول الطاقة في النهاية للـ digitizer والـ image processing processors، وحدة معالجة الصورة. بعد كده يا اما تمشي للداتا ستورج او بتمشي للهوست كمبيوتر. البرفورمانس للام ار اي بيعتمد للفيلد سترينث، التمبورال ستابيلتي، وان فيلد هوموجينيتي، تجانس الحقل. هنا عفوا ده خطا مطبوعي، ليس ذيس نوت نمبر 4، اند اول ذيس بارامترز افكتد بالماجنت ديزاين حسب تصميم المغناطيس. عشان كده نحن عندنا 3 تايب اوف ماجنتس حنشر لهم سريع. The first type named air core magnets and the second type solid core magnets and the third type is resistive magnets. حنتعرف على الفرق بين الثلاث انواع من الماجنتس. الاير ماجنتس هو عبارة عن وير سلك ملفوف في سلندرز have a 1 متر diameter والماجنتيك فيلد run parallel to the axis of the cylinder. ده الاير ماجنت. لما نشوف السوليد ماجنت، السوليد ماجنت هو عبارة عن مغناطيس دائم ثابت، وهنا عندنا كمان سلك ملفوف بيمر فيه تيار كهربي. طبعا مجرد ما يمر التيار الكهربي في السلك حيتكون عندي مجال مغناطيسي. فإذا كان شدة المجال المغناطيسي الثابت هو عبارة عن 2 تسلا، والمجال اللي بيتكون المغناطيسي من خلال مرور التيار الكهربي في السلك بيتكون عندي كمان 1 تسلا مثلا، يبقى حاصل شدة المجال المغناطيسي 3 تسلا. بستنبط انه مرور التيار الكهربي هنا ادى الى تضاعف المجال المغناطيسي في السوليد كور ماجنتس. النوع الثالث هو الريزستيف ماجنتس، والريزستيف ماجنتس could be constructed
بشكل الاير كور او ممكن كونستركتد بشكل السوليد كور. This system use continuous electric power. بتحتاج الى تغذية كهربية مستمرة تتراوح شدة المجال المغناطيسي فيها between 0.1 تسلا to 0.3 تسلا. الادفانتج للريزستيف ماجنت هي المقدرة على انه نسوي turn off للماجنتيك فيلد في الحالة بتاعت الطوارئ. بينما عيوب الريزستيف ماجنت هي الهايلي الكتريسي كوست تكلفة استخدام الكهرباء العالية and relatively نسبيا ال poor uniformity or homogeneity of the field. الحقل هو غير متجانس مغناطيسيا ضعيف التجانس في الريزستيف ماجنت. بالشكل ده نكون لخصنا ثلاث انواع من الماجنتس الاير كور والاير ماجنت والسوليد ماجنت واخيرا الريزستيف ماجنت. تحدثنا طبعا قبل شويه عن الراديو فريكوينسي وقلنا انه عندنا كويل اور انتنا بتشتغل از ترانسميتر اند ريسيفر للانرجي اللي بتبدا تتحرر من البروتونز ونبدا نعالجها في النهايه حتى تتكون عندنا صوره الام ار اي. الشكل كمان مر علينا قبل شويه وشرحناه بشكل عام لتكوين الصوره في الام ار اي. يتبقى الان الحديث عن البروتكشن اند سيفتي في الام ار اي اند ذير ار تو ريكويرمنت مست بي كونسيدرد فور ام ار اي سيستم. في متطلبين اساسيين لازم نراعيهم عند تصميم انظمه التصوير بالرنين المغناطيسي او تصميم انظمه الرنين المغناطيسي. الفيرست ريكويرمنت از ذا بروتكت ذا لوكال انفايرمنت فروم ذا ماجنت سيستم. والعكس صحيح انه بروتكت الماجنت سيستم فروم ذا لوكال انفايرمنت. يعني اللوكال انفايرمنت بتكون فيها استخدامات. هنا المعني طبعا في حمايه المغناطيس من البيئه وحمايه البيئه من المغناطيس وهي بترجع للراديو فريكوانسي. فنحن الانفايرمنت ممكن تسبب ضرر للماجنتيك سيستم, كمان الماجنتيك سيستم ممكن يسبب ضرر للانفايرمنت. وده كمثال لو اخذنا مثلا الراديو فريكوانسي الموجوده في اجهزه الجوالات او الموبايل. لو كانت البيئة غير معزولة الراديو فريكوينسي حتضرر الماجنتيك سيستم, وكمان الراديو فريكوينسي الموجودة في السيستم في الماجنتيك سيستم حتضر جميع الراديو فريكوينسي للأجهزة بتاعت الموبايل خارج غرفة الام ار اي. بالتالي نحن محتاجين انه نعزل الغرفة باستخدام الكوبر شيت, حيث انه الكوبر عنده خاصية لعزل الراديو فريكوينسي. دائما تحت 0.5 ملي تسلا الجهاز كونسيدر بي سيف فور بيبشن اند بوبوليشنز, لكن من ال 1 ملي تسلا بنحتاج للكنترول اند ريجستر اكسس وذ ذا وارنينج ساينز. ده بشكل عام للخطوره اللي بتنتج وزي ما نحن لخصناها هي في الريدي فريكوينسي. من ناحيه بتاعت سيفتي اند بايو افكتس دائما البيشنز اللي بيكون عندهم امبلانتس او بيكون عندهم كليبس بيس ميكرز هارد بالز او اي قطع معدنيه لن يصلح لهم التصوير بواسطه الام ار اي لسبب طبعا بسيط, سبب المغناطيسيه وسبب حساسيه الاجهزه داخل اجسامهم للماجنتيك سيستمز. المشكله في الام ار اي ان الام ار اي كلاسيفاي از نون ايونايزنج راديشن, لكن بالرغم انه نون ايونايزنج راديشن وما في خطوره بيواجهها زيه زي باقي الاشعه بتصنف از ايونايزنج راديشن, بترجع المشكله الاساسيه في الام ار اي فور انديوسينج الهيت زياده درجه الحراره في الجسم ويتش تشينج باي جريدينت فيلد. بهذا الشكل نختتم المحاضره اليوم بالحديث عن الام ار اي اند كواليتي مانجمنت, وان شاء الله in next lecture we will talk about the ultrasound. Thanks for your attention.